مساء الورد يا بنات، اخباركم؟ عاملين ايه؟ انا دلوقتي هتنزل لكم طريقه حمسه التشيكن، جميله جدا وسريعه وسهله، وتقدروا تعملوها على فطور او على عشاء. السلام عليكم. هوريكم طريقه التشيكن سريعه جدا بسيطه تنفعك كده راجعه من شغلك زهقانه تعبانه، تعمليها ابنك او ولادك او جوزك عايز ياكل وعايزه تعملي له حاجه سريعه. شوحي له قطعتين بالطريقه ديت اللي انا هوريها لك. حطيتي زبده في الطاسه، وفاكره لما احنا تبينا مع بعض الشيش تاووك بالطريقه دي؟ برضو جيبيه وقطعيه وتبليه كده او تشيكن، وابداي حطيتي هنا الزبده، ابداي انزلي بيه كده دي الفرن بتاعت النار. ماشي، ابداي حركي لغايه تتحمر معاكي. شوفي لغايه ما تتحمر، شوفي شكلها. تقدري تقلبي لغايه ما تبقى كده. بجد دي طعم وهم وخرافه جدا جدا جدا. حط لها شويه عسل صغيرين، وبالاخير رشه هيل صغننه خالص عشان تدي تقلب معاكي نكهه الهيل. وبكده خلصت معانا. بس ننشف الميه خالص منها، سوري الجفن بتاعها. انا عايزاها تبقى ايه، كرمله كده. شايفين الكرمله دي؟ دي تنفع بقى زي ما قلت لكم في اي وقت، وهتعجبكم قوي قوي قوي. جربوها ان شاء الله تعجبكم، وخفيفه وطريقه كده بالتشيكن. اللي زهق من التشيكن تقدر تعملها بالتشيكن المخلي او بقطع التشيكن العظمي ديت او ديت. وكده خلصت، نحطها في طبق التقديم بتاعنا بالظبط. ما خليتش اكتر من 3 دقايق على النار، وعلى نار عاليه ما بتحتاجش نار واطيه. يلا نقلبها في طبق الصحن. نزل عليها الصوص بتاعها. وبكده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا والطبق بتاعنا النهارده. ان شاء الله يا رب يعجبكم. صحن بسيط وجميل، ينفع على غدا على عشاء، واكتر حاجه ينفعك على عشاء او معاه ممكن تعملي جنبه بوليت رز او بطاطس محمره زي ما انتوا بتحبوا او تفضلوا. وان شاء الله يا رب يعجبكم. السلام عليكم.